السلام عليكم، سميتي محمد البوحيدي. كنبغي نشكر هذه المدرسه ديال الفريد كاسلر. الحمد لله اللي كنت ما كنتش غنعاود صراحه، ما كانش عندي فكره ديال نعاود. كنت باغي نقاطع عن الدراسه، كنت باغي فهمتي صافي نمشي ندير سونتر بنيفو باك ولا هادي. الحمد لله كنشكر المدير ديال المؤسسه كريم قليبي اللي قنعني فهمتي باش نعاود نرجع نقرا. الحمد لله جاب الله التيسير، وكانت عندنا واحد الشعبه اللي مخالفه على المدارس الاخرين ديال اس في تي عربيه، ما كانش كاع لا في العمومي لا في اي مدرسه نبغي نمشي لا بريفي تقول لي ما كاينه. صافي هذه الفكره اللي خديت باش ما نعاودش نقرا. صافي والحمد لله ملي جيت عند كريم قال لي صافي تقرا، قريت الحمد لله جاب الله التيسير، نجحنا هذا العام الحمد لله شهاده البكالوريا. الحمد لله. معكم تلميذ عماد الدين نحيلي، كنقرا دوزيام باك اس في تي. الحمد لله هذا العام جاب الله التيسير وتفوقت في الباك في امتحان البكالوريا. دوبلت عامين في القطاع العمومي، دوبلت عامين، والحمد لله هذا العام جيت المدرسة بريفي القطاع الخصوصي لمؤسسة ألفريد كاستلر، والحمد لله جبت نقطة زوينة الحمد لله وتفوقت في امتحان البكالوريا 9.80. يعني في الجهه؟ في الجهه. البكالوريا شحال؟ حيد حيد هاد اللعيبه ديال الجهه وحيد هيدا نقول فهمتش؟ حيد هاد اللعيبه ديال الجهه. شحال حتى النقطه؟ 12، نجحت ب 12. الحمد لله نجحت ب 12. خيار ابتدائي؟ علوم حياه والارض. كيفاش كانت البريباراسيون؟ الحمد لله كنا تنسهروا، كنا تنضربوا تمارات، كنقراو الجمعه، كنقراو السبت، كنقراو الاحد، كنقراو الاعياد، كنقراو العطل، يعني ما كاينش الراحه. كنسهروا بالليل لينوي بلونش، كنبقاو حتى 4 الصباح يعني. ولكن الحمد لله الحمد لله هذا العام جاب الله التيسير وتفوقنا في الامتحان. كيفاش كان النجاح؟ يعني الحمد لله واحد الفرحة زوينة، وخوتي فرحوا والدار فرحوا، الحمد لله فرحنا المدرسة، فرحنا كل شيء، وكاع الدراري فرحوا الحمد لله. كان كل شيء ناجح، ما كانش عاوتاني ما كانش واحد ساقط في صحابنا، وان شاء الله غيكون الخير. معكم تلميذة جوال فاطمة الزهراء، السنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية خيار فرنسي. انا تلميذه ديال مؤسسه الفريد كاسلر. هذه المؤسسه اللي لعبت دور كبير في نسبه النجاح اللي الحمد لله كانت زيرو سقوط، وهذا الشيء بفضل المجهودات ديال المؤسسه، وخاصه مدير المؤسسه كريم قليبي اللي كان موفر لنا جميع الشروط الحمد لله ديال القرايه، اللي كان كيبذل واحد المجهودات اللي كبيره بزاف، وبالمساعده ديال الطاقم التقني ديال المؤسسه بما فيه الاداره بما فيه اخصائيين الحمد لله. وكانت واحد النتيجه اللي مفرحه، قدرنا نهزو بها السميه ديال المؤسسه ديالنا الحمد لله. كانوا كيقريونا في العطل في السبت والحد، كانوا كيديروا لنا لينوي بلونش، هادشي كامل باش يحاولوا يعاونونا اننا نجيبوا نقاط عاليه ويوفروا لنا كاع الظروف ديال القرايه. الاستاذ كريم بدل واحد تحدي هو المؤسسه ديالو، انه خدا واحد تحدي مع راسه ديال انه اختار باك علوم الحياة والأرض عربي اللي انقطع في المدارس الخصوصية، خداه كتحدي، والحمد لله كانت النتيجة إيجابية. اختار تلاميذ اللي كانوا أنهم صافي انقطعوا عن الدراسة، ما بقاوش باغين يكملوا، يعني جاوا بالطابليات ديال التكوين المهني، بالطابليات ديال مشاو للمعامل يخدموا، والحمد لله انقذهم نجحوا كاملين الحمد لله، داروا سقوط الحمد لله الحمد لله. وهذا الشيء كنفتخروا به، وهذا الشيء كامل كيرجع للفضل ديال المؤسسه عامه الحمد لله. نشكر خويا كريم الله يجازيه بخير، انا ارمله بثلاثه الوليدات والحمد لله بالفضل ديالو والمؤسسه ديالو الحمد لله نجحوا لي وليداتي كاملين، ووليدي الكبير في الباك
وتنطلب نشكر من كل مؤسسة وكل أساتذة، الحمد لله الله يجزيهم بخير والله يطول لنا في العمر ديالهم. هذا اللي غنقول، نشكروا تاني عيا وما نشكروش وما نعطيوش الجزاء ديالنا الكريم، الله يجزيه بخير. ولدي كان معاود الباك والحمد لله منين جا عند كريم الحمد لله تنصر ونجح ان شاء الله، والله يجزيه بخير والله يخلي المؤسسه كامله ان شاء الله الازدهار ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم، انا الام ديال قرناو محمد ريان. تشكر خويا كريم اللي كان معاوني في ولدي اللي تنتحدى ما كاينش شي مدرسه، اللي تعيط للمدير المؤسسه تعيط ليه في الليل يجاوبك اي حاجه، متابع لينا ولدنا كالاب ديالو. تنشكرو بزاف وتنشكر المؤسسه كلها، الفضل اللي كانت الفضل ديالها هي باش نجح ليا انا ولدي نحمد الله ونشكره، وتنشكرو بزاف وتنشكر كل شيء الاساتذه وكل شيء الاطر ديالها وكل شيء. شكرا. لا لا، اول عام كان مقاطع لا والو، لا اول عام، لدرجه كيف ما قلت لك تنتحدى شي مؤسسه تتشد تلامذ حتى لثلاثه الليل، وتبقى الفضل ديالو كله شاد وليداتنا حتى لثلاثه الليل، يراجع معاهم وتيكمل كل واحد تيوصلوا للمنزل ديالو. تنشكروه بزاف يعني، واخا نبقاو نشكروه فيه حتى الصباح راه ما ردوش لي حتى 1% في هذاك الشيء اللي دار مع وليداتنا. تنشكروه بزاف والله يخرج ليه الخير في صحيحته وفي وليداته، والله يرحم ليه الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اب لواحد الابنه تلميذه انا سميتها عبير. كنشهد لهاد الناس هذه المؤسسه والاطور ديالها بالكفاءات العليا والكفاءات الاكثر من مطلوبه، وكنشهد لهم بالتعامل الحسن مع الوليدات، وهنيئا لهم. والدليل القاطع النتائج اللي عطات المدرسه من صغيرها حتى لكبيرها، هذا دليل قاطع. ونعمه التعامل فوق من داك الشيء اللي كيتصور اي احد اللي غادي يقول بلي هذه المؤسسه هكذا ولا هكذا. هذه المؤسسه كتسهر مع كل واحد على المشاكل ديالو الفرديه، وكما سمعت قبل بان كيشدوا من الثلاث مقيتة في الليل ويوصلهم للسكنات ديالهم. هذا فريد من نوعه كتعامل ديال المدارس الاخرين مع التلاميذ الاخرين، هادو بحال كتخليهم عندهم ابائهم الاخرين الثانيين. هذه شهاده لله بان نعمه التعامل من كبيرهم حتى صغيرهم، ونعمه الكفاءات، وهنيئا لهم، والنتائج كتشهد على هذا الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم سلمى غزال، حاصله على شهاده البكالوريا هذه السنه بشعبه اقتصاد تدبير محاسباتي. كنبغي نقول لكم اننا هذا العام كافحنا وشحال من حاجه درناها باش حصلنا على هذه الشهاده تحت شرف الاستاذ كريم القليبي. وكنبغي نقول لكم ان هذه المدرسه يلا تحلات غا هذا العام وحصلت على بزاف ديال النتائج الايجابيه. السلام عليكم، معكم الشقراوي مروه، حاصله على بكالوريا 2024 علوم فيزياء وكيمياء. صراحة هاد النتائج اللي شهدت عليها المدرسة ديالنا ما كانتش نتائج اللي كتعكس علينا بوحدنا، ولكن عكست على مجموعة من الأساتذة وبالأخص أستاذ كريم اللي خلانا نقراو جميع العطل بدون توقف السبت والأحد، اللي ظهر عليه بزاف ديال تحت الإشراف ديالنا وانكادغانا بزاف ديال الحوايج، وبسببه اللي حصلت المدرسة كاملة على هاد النقط، وكانوا الحمد لله زيرو سقوط، حتى واحد ما سقط، وكان خدا بزاف ديال التحديات معانا. ورغم ان المدرسه كانت اول عام تحل حققت هاد الانجازات كبيره.